بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في هذا اليوم المبارك نسبح الله بكلمات ترنيمة قلبا جديدا أخلق فيا يا الله. كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ووفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير. آمين. اللهم القادر على كل شيء الذي كل القلوب مكشوفة لديه وكل رغبة معلومة عنده ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس لنحبك حبا تاما ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم بربنا يسوع المسيح. آمين. قال ربنا يسوع المسيح: اسمع يا شعبي، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك
قدرتك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. ربنا ارحمنا وامل قلوبنا إلى حفظ هذه الوصية. والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين، وبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. ربنا ارحمنا ونتضرع إليك أن تكتب أحكامك هذه كلها في قلوبنا. الدعاء ورسالة والإنجيل المقدس المعينة لهذا الأحد المبارك على الصفحة 142 لنصلي. اللهم القدير الأبدي، الذي أعطيتنا نحن أولادك نعمة بالإقرار بالإيمان الصحيح لنقبل مجد الثالوث السرمدي وأن نعبد الوحدانية بقوة الجلال الإلهي، نتضرع إليك أن تحفظنا راسخين في هذا الإيمان وتحمينا دائما من جميع المصائب. أنت الذي تحيا وتملك، الإله الواحد إلى الأبد. آمين. والرسالة المعينة لهذا الأحد المبارك مكتوبة في رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا الأصحاح الثامن مبتدأ بالعدد 12 وإلى نهاية 17. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. هذه هي كلمة الرب. شكرا لله. والآن لنقف بخشوع ونسمع كلمات الإنجيل المقدس كما هي مكتوبة في بشارة القديس يوحنا الأصحاح الثالث مبتدئا بالعدد الأول، المجد للمسيح مخلصه. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له
الحياة الأبدية. هذا هو إنجيل المسيح. الحمد والتسبيح لربنا يسوع المسيح. أيها الثالوث الأقدس، نأتي إليك في هذا اليوم طالبين أن تتقدمنا بنعمتك وأن تتكلم أنت ونحن عبيدك سامعون. لك كل الحمد والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. نقف اليوم أحبائي في مقابلة تاريخية حدثت ما بين الرب يسوع له المجد وبين رجل من عية القوم وأحد رؤساء اليهود المشهود لهم بالتقوى والالتزام بالشريعة، وكان هذا الشخص هو نيقوديموس. وكلمة نيقوديموس بالأصل اليوناني تعني المنتصر على شعبه. جاء نيقوديموس إلى يسوع ليلاً، وذلك بسبب خوفه من اليهود، ولكنه أراد أن يسأله سؤالاً يختص بملكوت الله والحياة الأبدية. وكان رد يسوع عليه قائلاً: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ويقصد يسوع هنا بالولادة الروحية وليس الولادة الجسدية. ويستكمل نيقوديموس استفساره: ماذا ينبغي أن أفعل؟ هل أرجع إلى بطن أمي وأولد مرة أخرى؟ قال له يسوع: لا، فالولادة الجسدية التي نولد بها إنما لنحيا بها هنا على الأرض، لكن الولادة الروحية التي من الله التي نحيا بها إلى الأبد في السماء تبدأ بحلول الروح القدس في داخلك وامتلاءك بالروح القدس، ويستمر معك إلى أن تبلغ الحياة الأبدية. فالمطلوب أحبائي هو أن نولد الميلاد الروحي. فالمولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. والولادة الروحية هي المسيحية الحقيقية أيها الأحباء. فهناك مسيحية حقيقية وهناك مسيحية اسمية. فالمسيحية الحقيقية هي ليست مجرد عبادات شكلية خارجية، إنما هي حلول وسكن الروح القدس في داخل الإنسان الذي يقبل عمل هذا الروح في حياته، ويقبل خلاص الرب يسوع، ويجاهد روحيا ضد الخطية وضد محبة العالم لكي ينمو في حياة المحبة والشركة والقداسة إلى أن يبلغ ملكوت السماوات. والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا أيها الأحباء اليوم: كيف أولد الميلاد الثاني؟ سؤال طرحه نيقوديموس، ولابد لكل واحد منا لم يعرف ولم يختبر الميلاد الثاني أن يسأل هذا السؤال إذا كان لديه النية والعزم على أن ينطلق في حياة البر والقداسة مع الرب يسوع. كيف أولد الميلاد الثاني؟ أولاً لابد وأن أعترف بخطيئتي. فالإنسان بطبيعته خاطئ، ولابد إذا أردت أن تعيش للمسيح أن تعترف بخطيئتك وتتوب عنها. فالكتاب المقدس يوضح لنا بأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهذا حق، وهذه حقيقة ينبغي أن يفهمها القاسي والداني، وليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لذلك يجب علينا أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا ونعترف لله بخطايانا وتقصيراتنا، مقدمين له توبة حقيقية، ونبدأ بداية جديدة نعلن فيها سلطان الله وتمليكه ربا ومخلصا وفاديا
على حياتنا ونعلن عن ملكوته في وسطنا ومعطينا له المجال لكي يقدس قلوبنا بالروح القدس ليشكلنا ويعيد جبلتنا من جديد ويوجهنا نحو الطريق الصحيح لكي نستطيع أن نبدأ بدءا جديدا ونعيش عيشة مرضية أمام الله نستطيع بها أن نقود الآخرين أيضا نحو طريق الملكوت. ثانيا أن ننمو في النعمة وفي الشركة مع الله. فرسول بطرس يحثنا في رسالته الثانية قائلا ولكن أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. وهذا النمو يتطلب منا أيها الأحبة أن نبذل قصارى جهدنا في الصلاة وفي التأمل وفي تعلم كلمة الله أن نحبها ونطبقها في حياتنا ونحفظها لأنها السراج المنير الذي ينير ظلمات حياتنا هي بمثابة الواعز الذي يجعلنا نستفيق من سبات خطيتنا ونعترف ونقر بها ونتوب عنها ونتبع مثال المسيح المخلص. ثالثا أن نشهد للمسيح. فبما أنه قد منحنا الخلاص المجاني وقبلنا بواسطته عمل الروح القدس وسكنه فينا لابد وأن نذهب ونخبر بكم صنع الرب بنا ورحمنا. وهل يمكن أن تتخيل ماذا عظمت هذا العمل الرائع الذي صنعه الرب يسوع معنا؟ لابد وأن نشهد للمسيح لابد وأن نصرح ونعلن كم صنع الرب بنا وغير حياتنا وشكلنا من جديد. اشهدوا، كونوا شهادة حية، كونوا إنجيلا للمسيح. نعم، هذا ما نريد، أن نكون شهودا أمنا. والرسول بولس قال لتلميذه تيموثاوس: وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه ناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. كما يقول مخلصنا يسوع المسيح أيضا: اذهبوا إلى العالم أجمع. إنه أمر وواجب حتمي علينا، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا من الإنجيل للخليقة كلها. رابعا اثبت في المسيح. فالميلاد الثاني يتطلب منك أن تثبت في طريق الإيمان وتشهد دائما للحق الذي سكن بداخلك بالروح القدس وتقاوم كل فكر شرير يحاول أن يعطل نموك الروحي. وأخيرا وفوق كل شيء أحب الله وأحب البشر. فبدون محبة لا تستطيع أن تحصل على الميلاد الثاني. وهذه هي وصية الرب: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. وبواسطة المحبة تستطيع أن تعمل كل الأشياء التي تعمل معا للخير. لمن؟ للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. وتكون بالتالي شهادة حية للمسيح في مجتمع ابتعد كل البعد وضل كل الضلال عن طريق الحق. لذلك أحبائي دعونا نتمكن من توصيل رسالة الخلاص للمحتاجين إليها ونكون شهودا أمناء عاملين مشيئة الرب وموصلين جيدين لكلمته المقدسة وإعلان حقه لكل البشر. ولإسمه نهدي المجد والسجود والكرامة إلى أبد الآبدين. لنخشع أمام الله في الصلوات مصلين لأجل الكنيسة في كل مكان وزمان طالبين
من الرب إلهنا أن يتحنن علينا وأن يملأ حياتنا بقوة الروح القدس. شاكرينك أيها الآب السماوي لأجل نعمك وعطاياك، ومبتهلين إليك لكي تلهم كنيستك العامة دائما روح الحق والاتحاد والائتلاف، ولكي تربطنا يا رب برباط المحبة بشخصك المبارك، ولكي تتقدمنا بنعمتك السماوية فنعيش دائما وأبدا مكرسين حياتنا لمجدك. نصلي يا رب إليك في هذا اليوم المبارك من أجل السلام في العالم أجمع، ولا سيما في فلسطين الجريحة. نصلي يا رب لكي يسود العدل والاستقرار والأمن في كل بلاد المعمورة، ويسود الاطمئنان، ويعيش الناس في محبة وسلام مع بعضهم البعض. نصلي إليك يا رب من أجل جميع الكنائس، من أجل الأساقفة والقسيسين والشمامسة، لكي يذيعوا كلمتك الحق الحية بسيرتهم وتعليمهم ويجزوا سرك الطاهرين كما يحق ويجب. نصلي إليك يا رب متضرعين من أجل جميع الذين هم بحاجة إلى صلواتنا. المرضى يا رب تحنن عليهم بالشفاء، المتعبين أرحهم يا رب، المتألمين زيل آلامهم عنهم، المحزونين عزيهم. ونرفع أمامك اليوم يا رب عائلة أخونا الحبيب نمر كرنيك ساركيسيان الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية قبل أيام قليلة، الذي لحق بشقيقه أخانا الحبيب الراحل المنتقل القس الكانون سبع كرنيك. نتضرع إليك يا رب بأن تعزي الأسرة وأن تزيل آلامهم وتبدلها بأفراح سماوية. نرفع يا رب أمامك كل الناس في جميع ظروفهم وأحوالهم، واثقين بأنك أنت الذي تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. نصلي يا ربي لكي تزيل هذا الوباء عنه، ولكي ترافقنا يا رب بنعمتك وتكون معنا وتبارك أحباءنا في كل مكان، وتحفظنا يا رب جميعا من كل خطر ومن كل شر وشبه شر. ساعدنا يا رب لنحقق مشيئتك في حياتنا، واحفظنا في اسمك القدوس المبارك. اسمع أدعيتنا يا رب وارحمنا، لأننا نطلب هذا ليس استحقاقا فينا بل إكراما وتمجيدا لاسمك بربنا يسوع المسيح. آمين. لنعترف معا بخطايانا. اللهم القدير أبانا السماوي، نعترف بأننا قد أخطأنا إليك وإلى سائر الناس بالفكر والقول والفعل، فنحن آسفون على حقا على كل خطايانا، وآسفون وتائبون إليك من كل سيئاتنا. فارحمنا يا أبانا الرحيم، ارحمنا، ولأجل ابنك ربنا يسوع المسيح اغفر لنا كل ما سلف منا، وأنعم بأن فيما بعد نعبدك ونرضيك دائما بجدة الحياة كراما وتمجيدا لاسمك بربنا يسوع المسيح. آمين. يرحمنا الله القادر على كل شيء، ويغفر لنا جميع خطايانا، وينقذنا منها، ويثبتنا ويؤيدنا من كل صلاح، ويبلغنا للحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح. آمين. المسيح سلامنا، والذي صالحنا مع الله في جسد واحد بالصليب، وها نحن نجتمع باسمه ونشترك في سلامه. سلام الرب يكون معكم على الدوام. ومعك أيضا. سلام المسيح. أرجو أن أقدم تعزياتي الحارة لأحبائنا أسرة آل كرنيك ساركيسيان، أسرة أخينا الراحل المنتقل القس السبع كرنيك، القس الكانون سبع كرنيك، بوفاة شقيقه أيضا المرحوم نمر
كامل كرنيك سركسيان الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية قبل أيام قليلة ليلتحق بأخيه القس الكمل سبع في المجد. صلاتي إلى الله أن يمنح الأسرة تعزيات الروح القدس وأن يتغمد المنتقل بوافر رحمته وأن يعطينا نعمة لكي نتبع مثالهم الصالح لنكون شركاء معهم في الملكوت السماوي. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. آمين. أرجو أن أعلن أيها الأحباء بأنه في خلال شهر يونيو حزيران القادم سوف لا يكون هناك بث لخدمات الأحد نظرا لسفري خارج الولايات المتحدة، على أن تعود الخدمات إلى بثها المعتاد بداءة من شهر يوليو تموز القادم بنعمة الرب. الرب معكم. ومعك أيضا. ارفعوا قلوبكم. للرب نرفعها. فلنشكر ربنا الله. ففعل ذلك صوابنا الحق. إنه عين الصواب والحق والواجب المفروض علينا أن نشكرك في كل زمان ومكان. أيها الرب القادر على كل شيء القدوس الإله الأبدي، يا من أنت إله واحد ورب واحد لا فرد أقنوم بل ثلاثة أقانيم في جوهر واحد، فإن ما نعتقده بمجد الآب نعتقده أيضا بمجد الإبن والروح القدس، فلا فرق ولا تفاوت. من أجل ذلك نحمد اسمك المجيد ونعظمه مع الملائكة ورؤساء الملائكة وسائر الأجواد السماوية، مسبحين لك أبدا وقائلين: قدوس 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 الرب إله الجنود، السماوات والأرض مملوءتان من مجدك، لك المجد أيها الرب العليم. آمين. اللهم القدير بل السماوي الذي من لطف رحمتك بنا سمحت بابنك الوحيد يسوع المسيح ليكابد من اجل فدائنا الموت على الصليب، حيث صنع بتقريبه ذاته مره واحده ذبيحه وقربانا وكفاره تامه كامله كافيه لاجل خطايا العالم باسره، وقد فرض علينا ذكرى دائما بموته الكريم، وامرنا في انجيله المقدس ان نواظب عليه حتى مجيئه الثاني. نتضرع اليك ايها الرب الرحيم بغايه الاتضاع ان تسمعنا، وأنعم بأن عند تناولنا من مخلوقاتك هذين الخبز والخمر على حسب الرسم المقدس الذي وضعه مخلصنا ابنك يسوع المسيح لذكر موته وألامه نشترك في جسده ودمه المباركين. والذي في تلك الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وبعد أن شكر كسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، فاصنعوا هذا لذكر. وعلى مثال ذلك أيضا بعد العشاء أخذ الكأس وبعد أن شكر أعطاها لهم قال: اشربوا من هذا كلكم، فإن هذا هو دم الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم عن كثيرين لمغفرة الخطايا، فاصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. إنا لا نتجاسر على التقدم إلى مائدتك هذه أيها الرب الرحيم متكئين على بر أنفسنا بل على مراحمك العظيمة المتكاثرة، فإن لسنا أهلا لا نلتقط الفتاة من تحت مائدتك، ولكنك أنت لم تزل ربا شأنه الرحمة أبدا. فأنعم علينا من أجل هذا يا ربنا الكريم بأن نأكل جسد ابنك يسوع المسيح ونشرب دمه، لتتطهر أجسادنا الأثيمة بجسده وتغتسل أنفسنا بدمه الكريم ونسكن فيه وهو فينا أبدا دائما. صلي. نتضرع إليك أيها الآب السماوي بغاية الخشوع أن تغيثنا بنعمتك لنستمر في هذه الشركة المقدسة ونعمل جميع تلك الأعمال الصالحة التي أعددتها لنسلك فيها بربنا يسوع المسيح الذي له معكم مع الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين. والآن
نستودعكم لطف الله ورحمته ورعايته، فليبارككم الرب لله ويحفظكم، يضيء الرب وجهي عليكم ويرحمكم، يرفع الرب نور وجهي عليكم وينحكم سلاما في حياتكم، ثباتا في ايمانكم، طمأنينة في قلوبكم، وصحة وعافية في اجسادكم. وبركة الله القادر على كل شيء الآن والابن والروح القدس تكون معكم، تستمر فيكم، تحفظ حياتكم، بيوتكم وعيالكم من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. والآن اذهبوا في سلام المسيح. شكرا شكرا لله.